الاستقلال الودادية للمصالح الشخصية وتغييب المصلحة العامة التي كان الهدف النبيل منها وهدف الودادية بصفة عامة، سواء تعلق الأمر بالمكسب المسير أو بمنخرط هذه الودادية حتى يتمكن الجميع من إخراج هذا المشروع النبيل إلى حيز الوجود، والذي يربو منخرطه إلى حوالي 750 منخرط في المستقبل. ودادية تعتبر من أكبر الوداديات في الإقليم، كان الهدف منها نبيلا إلى حدود 14/11/2016، حيث تدخل السيد أمين المال بواسطة شركة مملوكة في اسمه وفي اسم أقاربه من أجل نيل صفقة الأشغال المتعلقة بإزالة الأتربة وتسوية الأرض لعقار الودادية، الشيء الذي تفطن له أعضاء المكتب بالأغلبية وحاولوا رفض هذا التوجه ومنع توجه ديال السيد أمين المال من أجل نيل الصفقة والظفر بها لمصلحته الشخصية. من هناك وبعد تفطن المكتب لهذه المسألة، عاد النظر في الصفقة التي كانت موجهة في هذا الباب وإعادة صياغتها من جديد، وبحث عن شركة من العيار التقليدي للإقليم ومنحها الأشغال، كما ترون أنها أشغال في المستوى المطلوب، ومن خلاله تكون ودادية المريس قد خطت الخطوة الصحيحة والخطوة النبيلة من أجل إخراج مشروعها إلى حيز الوجود.